السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الفيوتشر سيمبل، المستقبل البسيط. عشان تتكلم عن المستقبل أو عشان تقول سوف بالإنجليش، دي أنت بتقولها بأربع أشكال. يعني ممكن تقول will, I am going to، أنا سوف، أو ممكن تستخدم المضارع البسيط أو المضارع المستمر في الحديث عن المستقبل. خلينا نبدأ مع بعض إن شاء الله بالويل. قاعدة ويل، هناخد في قاعدة ويل إزاي تعمل جملة وإزاي تنفي الجملة وإزاي تعمل سؤال بهل وإزاي تعمل سؤال بأداة استفهام، وكمان الكلمات اللي بستخدمها علشان آخد ويل، وكمان استخدامات ويل. ودي الاستخدامات دي مهمة جدا جدا، عشان كل واحدة ليها استخدامات. يعني ويل ليها استخدامات تاني خالص عن going to، عن المضارع البسيط، عن المضارع المستمر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خلينا نبدأ بول إن شاء الله. نبدأ هنقول ويل، دي معناها سوف باللغة العربية. فايل، علشان أعمل جملة بجيب فاعل الجملة، أيا كان الفاعل عندك. الفاعل ممكن يكون ضمير وممكن يكون اسم، وإحنا تكلمنا عن النقطة بتاع الفاعل. طيب هجيب الفاعل أو أجيب بعديه ويل. طيب ويل ممكن أعملها abbreviation، الاختصار بتاعها إلى apostrophe أو L. يبقى ويل ممكن تكتبها W-I-L-L أو apostrophe L-L plus المصدر، كده تجيب المصدر. المصدر هو الفعل بدون اضافه. طيب خلينا نبدا كده. بص في المثال ده معايا، الاكزامبل نمبر 1، I'll help you do your homework، يعني انا ساساعدك في عمل الواجب. طيب انا عايزك هنا بس توصل لحد هنا وتطبق عناصر الجمله او مكونات الجمله، الفاعل والمصدر، ده اللي انا عايزك تركز عليه في الحته دي. طيب بص في المثال الثاني، رودينا will be for next month. رودينا will be for next month، يعني رودينا هيكون عندها اربع سنين الشهر القادم. طيب ازاي ننفي ال will؟ ننفيها ازاي؟ بنجيب الفاعل في الاول اهو، فاعل، بعد الفاعل هنجيب will not اللي هي won't، يعني هي won't دي will not، يبقى هجيب يا will not او won't، بعد كده المصدر. won't will not معناها لن، معناها ايه؟ لن. وصف المثال، we want be ready before he comes back، يعني مش هنكون جاهزين قبل ما يرجع. تاني we want نحن، ادي we الفاعل اهو، بعد كده want، بعد كده المصدر be عشان جايب صفه بعديها، يبقى we want be ready before he comes back، مش هنكون جاهزين قبل ما يرجع. وصف المثال التاني، Ali won't attend the party، علي مش هيحضر الحفلة. فانت هنا جبت الفاعل، بعد كده won't، بعد كده المصدر. ازاي بقى نعمل السؤال بهل؟ عشان تعمل السؤال بهل هتبدأ بويل الاول، بعد كده الفاعل، بعد كده المصدر. يعني مثلا اقول لك ايه، will you come tomorrow، هل انت هتيجي غدا؟ طيب بص في المثال الاول، will you wait for the bus، هل هتنتظر الى الباص اوتوبيس؟ هجاوبها اقول yes، وحول يو الى I will wait for the bus، او ممكن اقول yes I will كده وقف، واسمها short answer، اجابة مختصرة. كمان ممكن اكمل اقول yes I'll wait for the bus، نعم سانتظر الى الباص. No I won't wait for the bus، لا لن انتظر الاوتوبيس. طيب ازاي بقى نعمل السؤال بأداة استفهام؟ هتجيب أداة الاستفهام في الاول، ايا كانت بقى عندك، كانت what او where او when او why او اي أداة استفهام، بعديهم على طول will، بعد will فاعل، بعد الفاعل المصدر. بص في المثال ده، when will you go to bed، يعني هتروح تنام امتى؟ when will you go to bed. طيب يبقى انا جبت أداة الاستفهام ايه؟ question WH question، بعد كده will، بعد كده الفاعل you، بعد كده المصدر. What will they do next؟ يعني هم هيعملوا ايه بعد كده؟ برضو طبقت عناصر السؤال، انا جبت هذه الاستفهام، بعد كده جبت will اللي هي سوف، بعد كده جبت they،
الفاعل بعد كده المصدر وباقي الجملة. في بعض الكلمات اللي أنا بستخدم معها المستقبل البسيط زي إيه؟ زي next أي حاجة بعديها. next معناها القادم، فلما أقول مثلا next year يبقى ده زمن إيه؟ بالزمن ماضي ولا زمن مضارع؟ السنة القادمة ده زمن مستقبل، يبقى استخدم في المستقبل. طيب next month شهر القادم، next week أسبوع القادم، next Friday الجمعة القادمة. كمان ممكن استخدم in the future في المستقبل، in the future أو soon soon أو tomorrow غدا، soon معناها حالا أو سرعان، tomorrow غدا. in a year، in a year معناها في خلال شهر، in a month في خلال شهر، in a year في خلال سنة، in a month في خلال شهر، in a week في خلال أسبوع أو later on فيما بعد. يعني احنا اتكلمنا عن تكوين الجملة وازاي تنفي الجملة وازاي تعمل سؤال بهل وازاي تعمل سؤال بهذا الاستفهام، وخدت الكيوردز الكلمات الدالة. خلي بقى ركز في النقطة المهمة وهي نقطة الاستخدامات، عشان انت لما تيجي تعمل جملة هتتلخبط بين استخدامات will واستخدامات going to، فركز معايا كده في الاستخدامات علشان دي البوينت اللي انت المفروض تركز عليها. اول استخدام عندي بيقول لك التعبير عن حقائق مستقبلية. انا بستخدم will لما تكون الجملة بتتكلم عن حقيقة مستقبلية، يعني حاجة هتحدث في المستقبل بس لازم هتحدث، يعني هي حقيقة. زي ايه؟ زي مثلا لما اقول لك انا عندي مثلا 32، السنة الجاية هيكون عندي 33، طيب يبقى ايه؟ I will be 33 next year، يعني هيكون عندي 33 السنة الجاية. تعال بص في الاكزامبل اللي عندي، next year السنة القادمة my son يوسف will be in primary 3، يعني السنة الجاية ابني يوسف هيكون في سنة تالتة. يبقى next year my son يوسف will be in primary 3. لاحظ الجملة هنا بتتكلم عن حاجة هتبقى في المستقبل، هو لسه في سنة تانية، السنة الجاية هيبقى في سنة تالتة، فدي حقيقة مستقبلية. كمان بص في الجملة دي، توكا will be توكا will be 4 on her next birthday، يعني توكا هتكون 4 سنين في عيد ميلادها الجاي، فده برضو حقيقة مستقبلية، يعني حقيقة هتحصل في المستقبل. استخدام اللي بعد كده اللي هي تنبؤ غير قائم على دليل، يعني انا ما عنديش دليل، تخمينات. يعني اقول لك مثلا I think احمد will pass the exam، اعتقد ان احمد هينجح في الامتحان او هيعدي في الامتحان، فانا هنا ما عنديش دليل ان هو هينجح، ممكن ما ينجحش، فانا هنا بعمل توقعات، بس التوقعات بتاعتي من غير دليل. طيب بص كده في الجملة دي، Do you think أحمد will pass the exam؟ هل تعتقد إن أحمد ها pass the exam، هيعدي في الامتحان؟ هل جاوبت will yes، yes he will pass، he is a good student، هو طالب جيد، نعم هو هيعدي لأن هو طالب جيد. لاحظ إن كلمة good هنا دي سمة شخصية، وإحنا قلنا السمات الشخصية لا تعتبر دليل، يعني السمة الشخصية نقول لك مثلا ده فلان ده سريع يبقى هيفوز بالسباق، يبقى يقول ويل بقى، يقول لك مثلا احمد از فاست هي ويل وين ذا ريس، ما ينفعش اقول هي از جوينج تو وين ذا ريس، انت هنا السمات الشخصيه لا تعتبر دليل. لكن لو كنت انا شايف الاكشن اوريدي ان احمد رانز فاست، احمد بيجري بسرعه، يبقى هي از جوينج تو وين ذا ريس، يبقى هنا بقى عندك الدليل هو بيجري بسرعه، لكن السمه الشخصيه لا تعتبر دليل. نكمل بقى مع بعض التعبيرات الاتية، هي نفس التنبؤات او التوقعات. لو مثلا I expect انا اتوقع، I expect it will rain، اتوقع ان هي تمطر، فانا هنا بعمل التوقعات مش ما عنديش دليل برضو على المطر. I'm sure انا متأكد، او I think اعتقد، maybe ربما، فبرضو دي احتمالات ان انا ما عندكش evidence ليها دليل. perhaps I promise وعد، I predict أتنبأ، I hope أأمل أو أتمنى، I wonder أتساءل. طيب تعال ناخد كم مثال كده مع بعض على الكلام اللي احنا قلناه ده. هقول لك ايه، I expect they will arrive in the morning، اعتقد او اتوقع ان هم هيوصلوا في الصباح، فهنا استخدمت will مع بعض الاكسبريشن بعد التركيبات دي او التعبيرات دي، زي I expect، I'm sure، I think، maybe ربما، perhaps ربما، I promise أو I predict أتنبأ، I hope أتمنى، I wonder أتساءل. طيب I'm sure يعني أنا متأكد، she will do well in her exam، متأكد إن هي ستبلي أداء أو ستؤدي أداء حسنا في الإكزام بتاعها، يبقى هنا برضو بستخدم I am sure، بستخدم معاها will.
I wonder what will happen next. بتسأل ايه اللي هيحصل بعد كده، فانت هنا برضو عندك wonder ودي هتاخد will معاها. طيب الاستخدام اللي بعد كده من will اللي هو قرار سريع. يعني ايه قرار سريع؟ يعني حاجه حصلت وانت بتاخد قرار سريع دايركت على طول في الحال. زي ايه يا مستر؟ زي مثلا لما اقول لك the phone is ringing، التليفون بيرن، I'll answer، انا هجاوب. I'm thirsty، انا عطشان، I'll drink، هشرب، عطشان وهشرب. فاخدت هنا ايه؟ quick decision، قرار سريع. تعال بص معايا في المثال ده، the doorbell اللي هو جرس الباب is ringing، جرس الباب بيرن، I'll open، انا هفتح الباب. فهنا هنا قاعد وسمعت ان جرس الباب بيضرب فهروح افتح الباب، ده رد فعل سريع او قرار سريع. طيب بعد كده it's cold here، الجو برد هنا، I'll close the window، انا هقفل الشباك، الجو برد اروح اقفل الشباك، ده quick decision. I'm hungry، انا جعان، I'll eat، جعان هروح اكل، فده برضو قرار سريع. طيب الاستخدام بعد كده انا بستخدم will لما اجي اعمل offer. offer اللي هو عرض، يعني هعرض عليك حاجه، يعني اقول لك مثلا ايه؟ I'll help you، I'll help you، انا هساعدك. I'll give you my pen، هديك قلمي. تعال بص معايا في المثال اللي عندنا، I'll wash the dishes، انا هغسل الاطباق. I'll help you with your work، هساعدك في عملك. Will you give me that book؟ Will you give me that book؟ انت هتديني الكتاب ده. فده طلب الشيء بقى، يبقى في عرض الشيء وطلب الشيء. فانا هنا بعرض عليك، I'll wash the dishes for you، هغسل لك الاطباق. لكن هنا بطلب، Will you give me the book؟ هل انت هتديني، ممكن تديني الكتاب ده. I hope you will look after the baby، اتمنى انك تعتني بالطفل. فهنا برضو انا بطلب منك شيء. طيب عمل وعود وتهديدات، الوعد اللي هو promise والتهديد اللي هو threaten. فاقول لك مثلا I'll buy you a computer when you pass the exam، هشتري لك كمبيوتر لما تعدي في الاكزام. I'll buy you a computer when you pass the exam، هشتري لك كمبيوتر لما تعدي في الامتحان، لما تنجح في الامتحان. فهنا بعمل معاك promise وعد، فلما اعمل وعد بستخدم will. طيب you won't get your prize، مش هتحصل على الجائزة بتاعتك. if you come late، لو انت جيت متأخر مش هتاخد الجائزة بتاعتك. فهنا برضو بعمل لك threaten، يعني تهديد. يعني مثلا اقول لك ايه؟ if you don't do your homework، لو ما عملتش الواجب، I'll tell your parents، هبلغ او هقول لوالديك. if you do that again، لو عملت ده فيما بعد او بعد كده، I'll punish you، انا هعاقبك. فهنا برضو بديك ثريت تهديدات. طيب تعال نقول كده الاستخدامات مع بعض بسرعه. الاول استخدام اللي انا قلته اللي هو حقيقه مستقبليه، ودي لما اقول لك ان في حاجه هتبقى هتحصل في المستقبل اكيد، فليها تصبح حقيقه مستقبليه. الاستخدام الثاني اللي هو تنبؤ، بتتنبأ بحاجه بس ما عندكش دليل ليها، فانت هنا بتستخدم ويل. زي ما اقول لك ايه مثلا، I think، انا اعتقد، it will rain today، ان هي هتمطر اليوم. فهنا انا بعمل تخمينات او توقعات بس من غير دليل، ما عنديش دليل. لكن لو انا قلت مثلا the sky is cloudy، السماء مغيمه، يبقى انت هنا عندك دليل، يبقى it's going to rain، ان هي هتمطر. بستخدم will مع بعض الاكسبريشن، بعض التعبيرات زي I expect، I'm sure، I think، maybe، perhaps، I promise، I predict، I hope، I wonder. For example، على سبيل المثال لما اقول لك I expect they will arrive in the morning، اعتقد ان هم هيوصلوا في الصباح، فهنا ممكن ما يوصلوش في الصباح، ممكن يتاخروا، فانا بعمل توقعات. اوكي قرار سريع quick decision، زي ما انا قلت لك كده. مثلا لو انا قلت لك the phone is ringing، التليفون بيرن، I'll answer the phone، هرد على التليفون. كمان لما اجي اعمل offer، بعمل عرض لشيء، زي مثلا اقول لك I'll lend you money، I'll lend you money، انا هديك مال. I'll give you my pen، انا هديك القلم بتاعي. كمان بستخدم will لما اجي اطلب حاجه، اطلب شيء او طلب اشياء. انا اقول لك مثلا ايه، will you give me your book، ممكن تديني كتابك او هل هتديني كتابك. will you help me do my homework، هل هتساعدني ان انا اعمل الواجب. كمان بستخدم will لما اجي اعمل promise وعد او threaten تهديد. طيب انا كده قلت لك will، هنخش بقى على going to. going to علشان تفهمها
هناخد برضو ازاي تعمل جملة وازاي تعمل سؤال وازاي تنفي الجملة وازاي تسأل بهل وازاي تسأل بأداة استفهام. بعد كده اقول لك الاستخدامات بتاعتها. going to be going to be going to برضو معناها سوف ولكن تختلف فيها الاستخدامات عن will. طيب تعالى ناخد الاول تكوين الجملة ازاي. هنجيب الفاعل، على حسب الفعل باخد يا am اللي هو انا بصرف فعل be. فعل بي يا جماعة بصرف في المضارع الى am و is و are. يبقى الفعل على حسبه هياخد يا am يا is يا are. بعد كده going to، بعد كده بجيب المصدر. تعال بص في الجملة، مستر محمد is going to play tennis. مستر محمد هيلعب تنس او سيلعب تنس. تعال بص على عناصر الجملة، ادي الفاعل علشان مستر محمد ده مفرد خدت is، بعد كده going to مصدر play tennis، يبقى مستر محمد is going to play tennis. ده بالنسبة لإيه؟ الفورم بتاع الجملة. بص في مثال تاني معايا، example I am going to study medicine. أنا سأدرس الميديسين. I am going to study medicine. أنا سأدرس الطب. medicine الطب. تعالى بقى لما نيجي نعمل نفي لـ going to، بننفي إيه؟ بننفي الفعل ده am و is و are. نخليها am not، is not، are not. I'm not, is not, are not. طيب بعد كده going to واجيب المصدر. بص معايا في المثال، توكا isn't going to play squash. توكا مش هتلعب او لن تلعب squash. طيب لما اجي اعمل سؤال بهل بجيب am و is و are، بقدمهم على الفعل. ف am و is و are، بعد كده الفاعل، بعد الفاعل going to، بعد كده بجيب المصدر. بص كده، is يوسف going to attend the meeting؟ هل يوسف هيحضر الميتنج؟ is يوسف going to attend the meeting؟ yes he's going to attend the meeting. نعم هو سيحضر الاجتماع. لما اجي اعمل سؤال بأداة الاستفهام بجيب أداة الاستفهام، بعد كده am و is و are، بعد الفعل، بعد كده going to والمصدر. بص معايا، where are you going to spend the summer holiday؟ where are you going to spend the summer holiday؟ يعني اين ستقضي اجازة الصيف. طيب ده كان التكوين بتاع الجملة والنفي والسؤال بهل والسؤال بأداة الاستفهام. قال انت تدرسها من سنة خمسة. قال دي بداية عليك من سنة خمسة، بس انت كنت بتاخد ايه؟ كنت بتاخد الجملة والنفي والسؤال بهل وسؤال بأداة استفهام، لكن ما كنتش بتاخد الاستخدامات. تعال نبص بقى في الاستخدامات دي، وعشان نميز بين استخدامات ويل اللي خدناها واستخدامات going to، عشان ما تتلخبطش بعد كده بين ويل وgoing to. اول استخدام بين ويل ايه؟ للتعبير عن النوايا والقرارات والخطط الشخصية. يعني ايه نوايا؟ يعني حاجة انا اتخذت نية اللي انا اعملها بس انا ما عملتهاش، انا نويت اللي انا اعملها بس، فهنا انا ما جهزت لهاش، عشان ما تتلخبطش بعد كده لما نجيب المضارع المستمر. طيب هستخدمها مع التعبيرات دي اللي هي intend و intention و plan وخطط. intend ينوي، intention نية، plan يخطط، have in mind في عقله او decide يقرر. تعال بص معايا في المثال، مستر محمد اتندز، مستر محمد ينوي to build new house. مستر محمد ينوي ان يبني بيت جديد. he's going to look for a good place. بيحاول يبحث او سيبحث عن مكان جيد. طيب لو حصل انا هنا قلت he's going to، he's going to يعني هو هيبحث سيبحث، ما استخدمتش ليه will يا مستر؟ ما انا ممكن تقول he will look for a good place. لا هنا هو عشان كنت عندك كلمه intend زي ينوي، فهو عمل نية. طيب I'm going to play computer games. I plan it. أنا هلعب ألعاب كمبيوتر، أنا خططت لذلك. طب ليه ما استخدمتش ويل مكان I'm going to كلها؟ علشان أنت هنا بيعمل plan، خطة، plan. استخدام التاني اللي أنت بتعمل تنبؤ غير قائم على دليل. بقى كنا بنقول في ويل ان التنبؤ غير قائم على دليل، هنا انت لازم يكون عندك دليل عشان تاخد going to. تعال بص في المثال ده، my daughter is going to get married. يعني بنتي ستتزوج. she's engaged. she's engaged يعني هي مخطوبه. طيب الدليل ان هي مخطوبه، يبقى هي هتعمل ايه؟
هتتزوج. يبقى انت عندك دليل عشان انا خدت ايه going to. يبقى my tutor is going to get married. She's engaged. engaged يعني مخطوبة. هي مخطوبة هتتزوج. يبقى ادي الدليل اهو اللي هي she's engaged. طيب بص في المثال ده it's very cloudy. It's very cloudy يعني مغيم. الجو مغيم. cloudy يعني مغيم. I think it's going to rain. اعتقد ان هي هتمطر. طب هنا ليه ما استخدمتش ويل؟ ليه ما استخدمتش ويل؟ عشان انت عندك ايفيدنس، عندك دليل اهو ان السماء مغيمه يبقى هي هتمطر. طيب بص في الاكزامبل بعد كده my sister is going to have a baby. اختي ستلد طفل بيبي. she is pregnant. pregnant يعني حامل. يبقى my sister is going to have a baby. she is pregnant. ادي عندك الدليل وخدت going to. بستخدم going to برضو لما يكون عندك حدث على وشك الحدوث، يعني حاجة خلاص هتحصل. اقول لك مثلا watch out the baby is going to fall. الطفل هيجع. احترس الطفل هيجع. تعال بص في المثال ده watch out you are going to fall. احترس انت هتجع، على وشك انك انت هتجع. او watch out you are going to crash. احترس انت هتصطدم بمثلا tree، شجر. كده انا خلصت going to. تعالى ابص لك اقول لك الفرق بين going to و will ايه. will انا كنت بستخدمها ان انا اعمل تنبؤ، بس التنبؤ من غير دليل، يعني بعمل توقع. يعني اقول لك مثلا I think احمد will pass the exam. اعتقد ان احمد هينجح في الامتحان، فانا ما عنديش دليل على احمد هينجح في الامتحان. لكن لما اقول لك احمد studies hard، احمد بيذاكر بجد، يبقى he's going to pass the exam. انا شايفه بيذاكر قدامي او مجتهد في عمله، يبقى هو ايه هيد ينجح في الامتحان. استخدام الفرق بين ويل وجوينج تو برضو انك ويل بتستخدمها انك تعمل قرار او نيه، لكن جوينج تو انت ويل انت بتستخدمها لانك انت تعمل توقعات. توقعات زي ما اقول لك اي اكسبكت، انا اتوقع مثلا اي اكسبكت ات ويل رين، اتوقع ان هي هتمطر. هنا انا مثلا لما اقول لك I am going to play computer games، انا هلعب العاب كمبيوتر. لو انا قلت I'll play computer games صح، لكن لو كملت وقلت I plan it، هو هنا عايز مني اللي انا اخد going to. طيب ان شاء الله هنتكلم برضو عن المضارع المستمر والمضارع البسيط في المستقبل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.